صلوات على محمد وآل محمد. هاي شنو بداخلهم؟ هاي عباسات. بس انا افتح شوف شنو ببطنهم. مو كذا افتحوها دي افتحوها دي. شوفهم شباب شوفهم ما قاعد يحلي. بس على كيفك على كيفك. طاحت مالك طاحت مالك. انا وزعوها هي اسوي لها فزعه. راح اسوي لها فزعه والله عم خوز المي ما راح اسوي لها فزعه. تعال شلون؟ تعال انت وجمانه انت وجمانه. اطلع الحلاق مالكم هذا الحلاق مالكم اطلع روحه. هذا واحد له حيدر الحلاق. هذه بداية شارع وهذا البصل وهاي الطماطة وهذا الخيار وهذا العنب وهذا التين وهذا البرتقال. وخ باردة حمد برودة. بكرة من ننام بكرة بكرة جينا ننام. أبو المحل حيدر كان يابتين. أبو المحل اشتركوا بالقناة حتى نوصل 11 مليون وإن شاء الله ننطلق لل 12 مليون ولل 15 مليون مشترك. شكو بابا ها هاي لا تتصل يا ليش شقص بيبك تتصل هاي اللي اعطى قصها شباب هاي اللي اعطى راح نقصها والله والله بلي اطلع اطلع يلا تعال 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 اشر له اشر له اني قصتك اياها يلا ها واحد على راس بس اصبر لي بابا بس خلنا نسد الباب شكو بابا شوف شوف اي اي بس دقيقه يا باليوم كنت قاعد يم امي عاوزه تروح اشوف امي واجاني الا تجي صلوات على محمد وال محمد عافيه يا بالله ولا حكي قاعد يم امي شنو سالفتكم شو هتوزعون اليوم محلبي ابنقه شنو بابا ابنقه شنو المحلبي ما ادري شنو هاي ما يعني مجهزين ان شاء الله اللهم صل على محمد شنو جهز شو سويتوا جهزتوا وينكم وينكم وين وينك؟ نشوفهم بالله شو نسوي؟ صلوات على محمد مرتي محضرت لهم كل شيء مقصصت لهم الطماطم مقصصت لهم البصل وهسه ماما جاي يسوي لكم بط هذا الصمون منو جاب لكم؟ حلو ايش قد جبتوا؟ 40 صمون اللهم صل على محمد وعلى محمد خير من الله هذا فلوسي عافية وليدي هاي فلوس من يا شباب الفيديو الباقي شفتوهم بتاع القاصة تحت عادي وتحت ها 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 شو توزع؟ والله خلص شو 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 نسوي بابا؟ ما دام حيدر هنا شباب هاي سيارة حيدر موجودة إن شاء الله هسا هنخليهم بالسيارة ونروح نوزعهم شارع المواكب إن شاء الله. صلوات على محمد وآل محمد. هاي شنو بداخلهم؟ هاي عراسات. إيه. طبعاً أنا اليوم يم الخطار وش يعني قضيت أغلب وقتي يم الخطار يم صديقي بلوة. شوف والله بس أنا أفتح شوف شنو بطنها؟ مو كذا أنا بتحوه ده بتحوه ده وده. أسوارات أسوارات. شو شو بس بلا بس في انكتونه واحده انكتونه واحده بس نشوفه شو شو ما بتشوف اها تراتي وسوارات شو جراجه طاره هذا سوار سوارات وقراصات وقراصات حلو حلو يلا اط صديقاتي شط الجنه طال الرحمه يلا بابا امكم ترى جاي تقلى جاي تكمل بابا يلا والله العظيم راح اجيب لكم راح اجيب لكم يابا امكم قليته كله يلا قصص قصصوا جيب سكين وجيب سكين جيب السكين طيب سكين طيب سكين بسرعه قايم السكين جيب تعال جيب لك سكينه ثانيه قبل كل شيء لازم نخلي السفره تمام يلا خلوا وين مالتكم يلا اعطيني هذا البصل هذا البرجر هذا الصمون بابا لا تتعور اعطيني انا قصص كمان قصص يا مان كبير عليك يا مان يلا مو مشكله يلا انا ايش راح اسوي انا وامكم هات التلبسه هذه انا احلي طماطم لازم انا راح اقصص لكم انا وامكم وانتم واحد يخلي طماطم وبصل والثاني خلي اول ثانيه تخليه برجر ونبع ايش اسمه يا مان يخلي طماطم وش اسمه ها تقصصين انت ام جمال راح نقصص يلا ها 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 يلا ها انت جيب لنا اكياس جيب لنا اكياس دود وين اكياس جيب لنا اكياس عافيه 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 خلي بصل عافيه صلوات على محمد دانا فتحينا اكياس بابا تعينا تعينا بصفي نعم صفوا فتحينا اكياس هذه كلها بركات الامام الحسين هذه من قاصة يمان ها خلي كل شيء بالعفو بس بالحلي بس يلا خلي بصل بسم الله الرحمن الرحيم بس على كيف لا تطشرهم شباب جابونا صيني اها جت الصينية راح نخلي بيها هاي الصينية راح نخليها هنا نخلي بيها ايش تقولون؟ صلى على محمد وال محمد دودو داي باباتي تعال جيب العلالق هنا ورانا ورانا تعال سلم من ورانا وفتحي وطيني انت كزمي يلا دانيال ترى يا مان يا مان ابوه جاي تاخر اي والله ما جاي تاخر يا مان جاي تاخر يا مان مو خوش عامل شباب نريد ان عامل يقصص يسوي ويانا شوف مو خوش عامل يا مان يا مان كلش مو خوش عامل يا مان جاي تاخر كلش يا مان كلش جاي تاخر يا مان يا مان جاي تاخر مو جد دان ساعد ما قاعد يساعدني يا مان دانيال بابا اذا انت مسوي هواي ساعده ساعده ساعدني ساعده يا ابا خطيه ساعده عوف انا خليك تشوف عوف انت قاعد تتحرى تعوف يا مالك علاقه حتى شاب وما سيدي لا لا مالك علاقه انا انت بس بس خطوه انا لا اسوي انا اسوي لك البابا هاي انت خليها هنا انا ومالك علاقه انا اخذها هو مسوي عصير شلون؟ ما عندي
يعني نخليه بنفس الكيس؟ لا بابا بحده. لا يصير. والله بحده بابا. لا. شباب العصير وحده ولا شو اسمه وحده؟ لا ما يصير. ما لكم علاقة أنا رتبه له ما أنا رتبه له. بابا والله لا تخلي أنا خليه أنت بس سوي شو اسمه. موتي أدينا تخليه. عشان حال بابا قلل البصل بابا ثيمان دانيال. أكو ناس ما تحب البصل بابا لا تخلون البصل هواي شوي شوي. إيه عبكم بابا كان قلت لك خلي شوية بابا إيش خلاه شباب ثلاثة بصل. عشان نحلها. البنيان الطيران ما يحب الكتشب. البنيات الصغيرات ما يحبن الكتشب دانيال تقول. البنيات الصغيرات صدق ما تحبن الكتش والبطل هم ما تحبن البطل شوفهم شباب شوفهم هم ما قاعد يحلي بس على كيفك على كيفك ها اصبر له اصبر له ها اجي انا دانا بابا تعالي احكي لي شباب هنوصي نحلين ان اليوم اكل ما عندي بابا عتاخي لا سوي اي حلوه ها ليش حلتني قصصوا بعد قصصوا لا مو ودني اللي حطها عشون تعرفون بقى إيش كم صمونة؟ شباب بقى ثمان صمونات دانيال اليوم أنا يريدون هني لهم يقولون متعشرين بالليل بس بابا ثمانية هو يعطون أربعة يعطون أربعة يعطون أربعة مني منو عفيل أربعة؟ لا لا ها ولا بس ثمانية إيه هنا بس ثمانية وأنتم أربعة كل واحد واحد بابا حلوة عشان قبل نسبيجة إيه نخطار بلوة صحيح صحيح يا من خطار فراح نعوف ثاني الأربعة للخطار تمام أنتم شنو توزعون تاكلون؟ يا عائلة تاكلها هسه؟ يلا العصير رجع عند الثلاجة شباب كملنا رجع عند الثلاجة دانيال شد الثلاجة هكا تشوفون ضموهن شباب بس يعني نطف الميز هم نقابل حيدر طلبوا ياني نقابل حيدر ساعتين بالسيارة وراح نوزع يلا شكرا خابرت حيدر راح يجي ياخذنا حتى نوزع هناك ودانيال زعلت شلون ما راح ناخذه ويانا توزع بابا انت التوزيع مالتك للبنات هناك ماكو بنات وزعين للجيران صديقاتك ناس بنات ماكو ايه؟ بنت تجي بس وحده ما يطلع عن البنات ما يطلع عن بالليه ما يصير تعي بالشارع هسه انا ايش موزع تعي تمام موزع بالشارع يا تعي روح هذا طول طول له طول طاحت مالك طاحت مالك انا وزع هي اسوي له فزعه راح اسوي له فزعه والله عم خوز الميمه راح اسوي له فزعه يلا 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 روحي ها شو تريد ما راح تروح؟ لا ها نعال يلا خابرت حيدر هسه راح يجينا ان شاء الله ناخذ من السياره يلا لبسي عدل ها رضاوي ما حد بالشارع ما حد بالشارع بابا شوفي ما حد ما حد بالشارع شلون؟ شلون؟ تعال انت وجمانه انت وجمانه هذا هسه روح روح دق البيبان دق البيبان مال جيران وطوم تمام؟ رضاوي وحمود وياك يلا رضاوي حمود وياها باباتي يلا هاي تعال تعال هسه باباتي شطيه يلا هسه باباتي هاي هسه باباتي شطيه شو هو؟ ها طيتيهن؟ يلا يلا خذوها بابا خذوها وزعوا للجيران ها بس لا تدوخونها لا تدوخونها يلا دق الباب دق الباب وطوم علاق يلا بابا عفوا تعبتوها تعي بابا تعي تعي قلت تعي انا لقيت لك فكره حلوه بابا شنو هي الفكره بابا علي؟ باكر تجي ملايه يم بيبي وروح للملايه وزعي ها صدق والله العظيم وزعي للجيران بابا العالم نايمه بابا بابا يا ودي يم محل عندهم بنات نطلبهم لهم وين يا محل؟ لا بابا بس غيروا انت وشرب الشاي روح يم بجدو ها روح يم بيبي بالمحل اي واحد يجي ينطي لا بيجد نطب البيت انا فرح مع الوادي شباب لقيتك انا لقيتك فكره خواتي كلنا هنا وما شاء الله خير من الله تخلصين وزياده هنا تخلصين كلهن روحي انطين بيت جدو لا ها بابا مو شفتي دقيت الباب على الجيران محط طلع عالم نايمه باباتي بابا انا زين يعني ناخذ لا لا ابقي ابقي تروحين ويانا تمام تروحين إيه؟ ويانا بسياره حيدر ناخذ ويانا بسياره حيدر هذا هو تبقين ويانا تمام ها اوده لا جبت وي انا جيت جانا كيف فكره بابا اه لا شفنا بنات بشارع مواكب نطي كيف فكره هذه انت اللي بكارتك ما تخلص باع اتوسع مثلا اجى واحد كبير جايب اطفالي امه وياما بنتي بالبيت بنتي وحده قل لها وديها لبنتك اي يومك يوم عم فكره جهنميه انت عاشت ايدك انا طفله وحده اللي وديها لبنتك اي تمام يلا خلي تضحك اجى حيدر ورجع سياره وان شاء الله متوكلين هسه يلا يلا بابا يلا تعال شيل تعال تعال شيلوا تعال شيل هذا هذا شيلوا اتقبل علي وراح اشيلكم انا راح اشيلكم ها شيلوا عينك يلا يلا لا ثقيله شيلوا وين اخوك شيلوا وين اخوك بابا يلا 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 بسم الله اقول لك بعد عصير بعد انا جايب كركونه
شنو ماكو جاي كرتونه؟ والله العظيم شلون؟ ما ذاك اليوم انا جبتها من النونو، شلون ما ذاك اليوم؟ تلوت غرد روح الماما هيا بابا مو كيفك والله جاي كرتونتنا. ابو جاسم اليوم منورني ابو جاسم حياك الله. حيدر انا تواب دانيه خطيه زعلانه عراريس قلت لها يابا ماكو هناك بشارع ماكو بنات هسه الحين ان شاء الله نلقيهم. سعدو كم سعدو هنا انتم؟ ان شاء الله نشوفك. شنو هاي بابا؟ شنو هاي؟ هاي هدايا عراريس. اتوز اخذ واحده علما ناخذ واحده اعطيني وحدتك طيب لا هي 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 تنطي انت مالكم علاقه انت مو مالكم لا تتدخلون وين المين المين ذني ورايا شو اسمه ورايا حيدر حيدر يلا يلا توكل يلا نتوكل يلا عم نطيحون انا متاكد اكو عصير بعد جوا داني علي قال لي ماكو هاي علاقه كامله لقيت شباب ها بدون هاي 30 باكيت تقريبا شلون بابا؟ الصيحة كانت خايفة بس على مالاتك بابا؟ تقول له حيدر ايش على كيفك مالات راح يطيح. اذا تتذكرون قلت لكم بذاك الفيديو تصوير الجوبرو بالليل جدا سيء ومثل ما جاي تشوفون يعني هسه اذا اصور بالتليفون اكو اضاءه اشوف دانيال اشوف يمان اما بالجوبرو كلش مو شيء. اها دان اول وحده توزي اللهم صل على خالتك تعال عمو تعال هاك الله 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 تعال خالي تعال خذلك لفه تعال خالي تعالوا تعالوا حياكم حياكم ها شباب شلونك؟ شلونك؟ يلا داني اعطي هاي القراصات اللي بناتك دني الله يحفظها ان شاء الله. هلا عمو شلونك؟ عافية الابطال عافية طيهم لفات طيهم لفات يا مان طيهم اي طيهم لفات يلا يلا داني يا عصير داني اعطي عصير تعطي عصير هذول البنات هذول البنات داني داني هذول البنات داني تعي 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 من امنيه من امنيه تعي تعي عمو تعي يا بنيه تعي تعال هي تطين هي تطين يلا تعال منها تعال حيدر اقف حيدر تعال يلا هاي تطل البنات هاي هاي تعال هاي هنا منها هاي هاي من داني يلا اخذي بعد واحده طي البنيه الثانيه عافيه بعد واحده عاد ام واحده بعد يلا اها يلا تبدأ يلا الله يعوضك يلا هاي قراري يلا الله صلى الله عليه وسلم كلب 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 طيب جماعه جماعه لفات جوعانين يا ولد طيب طيب تعال تعال طيب بابا طيب لفات شنو 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 حيدر اطول الحلاق مالكم هذا الحلاق مالكم اطول روحه هذا واحد له حيدر الحلاق هذا انا وزعت ارتاحيت بابا ايش قد بقى عندك؟ بقى بس ثلاث راح يخلصن محمد راح يخلصن هسه خل بقى هذا خلصن شلون بعد من تجيبين؟ ها انا بس يلا حد لك انا عطشت شباب كان اشرب عصير اثنين الطيم اثنين يلا الطيم اثنين عافيه خذ منا طيم ما طيب يلا يلا اقف خلنا نطق عصير اقف 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 اخلص هسه ها هاي هاي بني هاي بني دانا هاي بني بابا هاي بني تعال عمو تعال الا هي تطيح هات عمو هات هاي ابني الله يحفظكم ان شاء الله حياكم الله حبيبي 100 ألف طاحت طاحت القراصه طاحت هلا وشلونك هذا عصير عمو انا يمه بالسلامه خلص وينك وخلصتيهن؟ الحمد لله بالبيت بعد عطل 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 ماكو بعطين سنين عطين 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 يعني سعد عندك بالبيت بعد؟ اي من تجي الملايين بيبي روح اعطيهن الملايين تمام؟ عطشت هاي مان خلصت توزيعك بابا؟ اي عطشت باكر شو راح اسوي؟ لا مو للملايين للبنات الصعيرات للبنات الصعيرات عافيه هسه شباب عندي دشداشه روح نجيبها محمد بدربنا بعد حيدر حيدر افتح على ابو الدشاديش ابو كرار مشكور وجزاك الله خير وماجور ان شاء الله والله يوفقك يلا سعدي يلا على اساس نروح الشارع الموكب نعزل فحيدر ايش قال قبل شوي كان بيقول يقول ممنوع سياره تدخل وممنوع بايسكل يدخل وممنوع دراجه فهذا افضل شيء سووه لان يعني شباب شارع الموكب ما شاء الله اللهم صل على محمد هواي ناس والسيارات تفتر بيه والدراجات والبايسكلات فهواي يعني كل سنه هواي يصير بيه حوادث فهاي السنه هاي السنه منعوا الدراجات ومنعوا دشداشتي هنا بس اجيب واجي وهسه راح نروح ان شاء الله نواريكم حيدر قال راح اخذكم تاخذنا برا برا شويه راح يورينا شارع المواكب لان الجهال ما راح الا من اول يوم محرم لحد الان ويانا خطاب منورنا منورنا بلوى منورنا بلوى عنك شو انت تقول غير انا اقول طلع المواكب يطبون بيه بس تكتك حتى التكتك ممنوع بابا لا. والله ممنوع هسه عروه شو هسه وصلنا شباب هذه بدايه شارع المواكب رجعنا للبيت شباب شارع المواكب ازدحام ها علاوي شارع المواكب ازدحام اللهم صل على محمد يعني السياره ما تطبي تجيب تعال ابو جاسم تعال قدنا بالحديقه طاب الكهرباء يلا حيدر
بعد كهرباء جاء تشتغل رمش جد راح يجي سحب جاء سحب. شفت الاجواء شلون ابو جاسم؟ قبل الاجواء هم عندكم هيك اجواء هناك؟ طبعا اكيد بس كل من كل مكان اكيد بكل مكان هيك اجواء. شباب ما قدرت اصور لان يعني ما سالف لكم ناس هواي كلش هواي اللهم صل على محمد. يعني احنا اصلا ما تدري ما طبينا بالشارع هاي بس بدايه الشارع. صلوات على محمد. بابا بابا جاي تاخذ وتطي سحب هذا سحب بابا باكر سوي من وقت تمام اليوم كنت يم امي صدق شو متاخرين؟ ايه كنت يم امي شفت امي ايه عفوا شي عفوا باكر من وقت سوى عمود وزع من وقت ماكو مي ماكو مخلص مي ماكو البارحه فات هاي الصونده هنا فتحت الصونده فتحت الكاك ونمت قعدت الصبح لقيت نمت ذاك اليوم نمت ذاك اليوم والله شباب لقيت الحديقه من شابع ماي والتانكات خلصت من هاي ارد اخذها اي اسوي لك بس هسه مو موسم هسه شوفها يابس كل يابس والله الكل هذا بعد شهرين شباب هذه اذا الله سهل شهرين محمد راح ما تلحق ما تتلاحق عليها تحير تحير وين توديها الحديقه بسرعه طشت مو هسه حار الجو حار فيبست بابا ما سبت هاي عفه شوف 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 شلون يبسك ها هاي من ها باباتي تذا تو ذبيت الحجاب ما يصير ما تذبيت العار متى تذبي العار ما يصير كان ما يصير انا ارجع يلا نرجع لبسيها ان شاء الله ورا محرم راح ان هذا البايسكل مال يمان يريد يبيعه فما ادري ان خلد خلد والله اروح للوقفه يوم الجمعه والبيع والله هو قال اريد ابيع ابيع بالوقفه يمان دانيال اللي يبيع بايسكله بس هسه ما فارق انا اللي يريد بالمزاد لا لا يا لا 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 ما بيع لا شباب ما بيع شباب لا لا عفوا ذكره والله انا احب احتفظ بالاشياء شباب هذا راح يبقى ذكره قال لا قبل اسبوعين قال لي بابا اريد ابيعه ومبنشر شوف شباب نهايه التيارات البنشر هذا مبنشر وهذا مبنشر اما هذا الزلمه الزين البايسكل اللي قاتل هذا شباب لحد الان صلوات على محمد لا بنشر هذا بايسكل عرض يبيع بيش تبيع يريد يبيع بايسكله شباب بيش تبيع هذا بايسكلي عرض 150 هذا 150 لو مو انا المشتري بيدي وعرف ايش قد سعره بيش هذا بابا بيش والله 35000 يمكن 150000 بابا ليش تشذب 35 والنوبه تعال محمد ارجع جيب لي واحد لوتين هسه جينا حتى نسوق ان شاء الله الباكر لان اول ما طبيت البيت قلت له ما سوينا شاي قال توقف ما دام بعد وقت تروح تسوق الباكر وتيته وبصل وطماطه وبعد شنو وفواكه وهذا البصل وهاي الطماطه وهذا الخيار وهذا العنب وهذا التين وهذا البرتقال وهذا الليمون وهذا البصل كافي شنو وهاي الطماطه لا 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 وهاي الطماطه اصبر بلوي سوي اللحمه بلوي عايز الله يا عيد حزم التمر حزم الطماطم أودي دمتان سليج بابا وهذا الخيار دليتنا كافي وهذا الخيار دليتنا جبت شمور لو عدني إن صينية تدار ما سبع باع 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 آش ما يحب يبوك بس تعالوا يا بلوي بلوي تعال تعال سليك هاي العرفه اصبر بابا بابا اصبر اصبر تعال طبع البروده شو البروده شو البروده ناكل وما نجي لهم وخ 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 بارده محمد بروده بكره من هنا بكره بكره جينا شباب البروده هنا فتشي والله لا صل على محمد قال يا بنا درجة حياة عنام جيب لك فراش عنام والله يا بابا هنا روح جيب فراش وهذا العنب تليتم ترى شاف العنب مو علب لا سيء علي لا لا انا مو قلت انا وانا ما هذا الشيء يلا حطنا اللي نام اني اللي نام يا علي يا طيطي شباب شلون كم والله نومه شلون بروده ابو المحل حيدا كان ياتين ابو المحل حيدا كان ياتي ابو المحل قال لنا ابو المحل اشتردون اكلوا عشان ناكل التفاحه هذا وجابوا وين يا دانيال راح لا لسه بابا بس بدنا نسوي اللعبه وهذا وجابوا بابا عايز الله يعوفنا نام بابا على عينه راسي عوفنا نام اريد انام نام منك بابا الله نعمه ماما تحبه
هو ما بالموت والنحل تعال شوف يا مان جاي يسوي تعال ايش تاكل كيفي احمر بس مو احد متابعينا يريد يسلم على ولد عمي يلا سلم شلونك سيان منتظر سيان منتظر ما صدق ايه كيفك ليش ليش ما يصدق ما يصدق شو يقول كذاب شلون ما اقول له يجي كذاب ما اشوفه بدان يعني كذاب البحر لقيت موجود لقيت موجود حيدر مو واحد منطقتنا حياك الله حبيبي نورتنا عمري شكو بابا بابا ها يا قص ليش ايش قص؟ بيبك تسعد هاي اللي اعطاه قصها؟ شباب هاي اللي اعطاه راح نقصها. ابعثان اللي سويت لي مال هواي. هذا هذا يلا يسوون لقطه مال هذا. لا هذا وهذا الليمون. موز موز مو ليمون. وهذا الموز. اوتوماتيك كهرباء. وهذا الليمون. موز ولك موز مو ليمون. وهذا اللي ولك موز قول موز قول موز كسا يقول هذا قول موز ليمون موز 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 يلا موز ايه وهذا ليمون ولك موز 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 كافي اسمه موز بعد ايه ثلاثة وهذا الليمون والله هو يسويها والله هو يسويها انت تسويها هسه طالع الكهرباء وانت تسويها يلا 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 وهذا ليمون عمري يلا خذكم كيلو خذكم كيلو ولا كيلو وين الله الله على كيلو على كيلو تحت راح نسوي لكم اعلان يمان يلا تفضل البالي بيش 5000 حجي والله والله بلي اطلع 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 ذبينا المسواق ورجعنا نشوف الدجداشه مالتي بركه الله كامله هاي بابا ممكن هاي شو لا لا بعد ما الخيط بابا هاي دجداشه يمان شنو رايكم بيها بس بعد تصفيه طول طويله ايه امك تسوي بابا ما هاي جابها له جزاها الله خير بحطها مكان احنا طسينا نقول له قصه والله خاف ما يقول خاف ما يسوي ما زعاطيط لا يا بيه انت قل له قل له سوي ما زعاطيط اذا قال لك ايه سويها انت زعطوط ولا لا ها انت زعطوط ولا زلمه زين ها وزعت شاتي شنو زلمه زين شنو لابس شورت لا ما يصير هسه تريد يسوي لك اياها بابا والله ما بيها شيء لا والله والله راجل طاس يراد الأطاس؟ يا والله من نمشي بس من العالم بابا يا بابا عبادة تصوير تصوير قدام العالم اسكت فضحتنا والله العظيم إلا يقصها صار الولد تقريبا نص ساعة يستغرب مالتي وكل راسه إلا تسوي له مالتي راح نزحها وقلب عم نسويها لو خلصنا رحمة الوالدي اه بالملك أيوة جزاك الله الخير خادم الحسين رحم الله يلا تعال 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 أشر له أشر له إني قصتك إياها يلا شلون قصتك إياها سلام ورحمة الله حياك الله استاذ شلون متابعنا حياك الله الحبيبي الله يحفظك ان شاء الله الله يخليك يا يلا هذا مصلى خلوه يطلع وانا عادي الله يحفظك ان شاء الله كوالك ياها بعد شو تريد يلا البس البس عيد البس غير كانت عليك بالكوي بشوفه اي البس ما ما جسمك بارد هسه تروح يلا البس خلي اشوف طولها شلون صار هاي ثاني مره يقص من يمها حل تمام يلا لبسني لبسك اياها شنو كبر عضلات مالتك المونتاج شباب هاي عضلاته شوفوا صغيره باو كبيرات لا اي كبرت يلا كبرت واحد على حط لايتات يلا بس حط ارجع لي ورا شو اللي بعد الدجاج قد ياخذ بيها بعد بابا تلوتي اذا تشبخ بيها الشبخ طبعا تاثر بيها قلت لك بيها صبعي والله لا مالك علاقه لا هذا والله العظيم تخبص انت والله رجعت شنو بعد بابا اسمع لا لا نزل خير من الله سوي سعادتك سوي سعادتك روح من هناك تعال مشي تعال مشي تعال سلم 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 سوي السلام عليكم ما بيها كل شيء بس وصلنا البيت شباب تعبت بشكل مو طبيعي ابوي حشوف ابوي تعب ما تعب الله يساعده ما بابا شباب طبعا وصلنا البيت وهاي الدجداشة جبتها الحمد لله والشكر بعد ما لابسها ما شايفها شباب سمعوا صوتي سامعي محمد سمعت هالستوري شباب شباب هذا حسابي على الانستغرام هذا الستوري هذا انا حسابي هذا حسابي على الانستغرام طيب شباب راح اخلي لكم رابطه بالوصف تعالوا تابعونا هنا هذا حسابي شوفوا هذا حسابي مثل قدامكم طبعا انشر هواي ستوريات انشر هواي اشياء هذا هاي الفتره جاي انشر هذه القصائد جاي اسوي ردات على عليه هذا موقف شهيد الجمعه جاي انشر هنا الفيديوهات بالانستغرام رابط الانستغرام راح اخلي لكم اياه بالوصف اذا حابين تتابعونا اريدكم تجون تطون رايكم من انشر هذا الفيديو راح انشر هذا الستوري اريدكم تجون تطون رايكم
حاسه دقيق. هذا والله والله كسر على سمعه. حس صوته حلو محمد، صوته حلو عليك الله. اي والله. لا والله يعني ما حسيت انه بهالستوري كله صوته حلو. شباب راح اخليكم رابط الانستغرام بالوصف، تعالوا هناك. وحساب يمان همين هذا، شوفوا انا مخلي التاك لحساب يمان، هذا حساب يمان شوفوه. اي مرات انشر ستوريات واخلي التاك له وهم تقدرون تتابعونه. فتعالوا الانستغرام وحياكم الله. وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب استمتعتوا. انا ابو الدون وين باوع ابو الدون؟ حاكيت الخياط قلت له عندي قماش، هاي لك سوي لي ادش داشتي انت ودانيا، انت ويمان تمام. شوفوا على مود مودي باكر، هذا هو. يلا شباب القماش اللي جابته ماما بيبي جابت لي اياه، امي جابت لي اياه من زياره، نودي للخياط نسوي لكم ادش ادش ناكل تمام. حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب استمتعت يانا. حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة. وبهذا الفيديو ما اعرف اذا وصلنا 11 مليون او ما وصلنا 11 مليون، فاذا وصلنا 11 مليون شكرا لكم على هذا الدعم الاسطوري، واذا بعدنا ما وصلين اشتركوا بالقناة حتى نوصل 11 مليون وان شاء الله ننطلق لل 12 مليون ولل 15 مليون مشترك. شباب هذا الرقم العدل مالتني قاعد جاي يزيد، قاعد يزيد كل ما تشتركون كل ما يصعد اكثر. اشتركوا بالقناة من نهاية الفيديو هي طريقتهم، حطوا لنا لايك. وهذا شباب احنا حاليا بهذا الوقت اللي جاي نصور بيه، ابو الدون خذ صوره دقيقه، هذا المشتركين مالتنا بالوقت اللي جاي نصور بيه، باقينا تقريبا هذا الرقم قدام بس من جاي قربه ما جاي يطلع واضح، فباقينا تقريبا يعني واحنا نصور هذا الفيديو باقينا 33، بس من جاي امنتج الفيديو باقينا اقل من 33 الف مشترك، فاشتركوا بالقناه. وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب استمتعتوا يانا، انتظرونا ان شاء الله بالفيديوهات اللي جايه. باي باي، سو باي باي. باي باي الابطال، قواكم الله اليوم، تعبتوا بابات حبيبي محبو جاسم، مشكور تعبناك يانا. ها بتعب ما تعبنا من الزوال، تعبنا. ها اليوم ربطنا السبله جيت وتعب، وانا اليوم جبت هذا بالاقصاد لان شباب يجون خطار وحاره، فنطحته بالاقصاد والله كريم شباب، انا مطلوب وجبته لان كتلنا الحار، الله كريم ربي انت اكرم الاكرمات.